بتجيلي ستات كتير في العيادة عندها مثلا بنتين ونفسها ربنا يكرمها بولد او ولدين ونفسها ربنا يكرمها ببنت، تقول لي يا دكتور انصحيني اعمل ايه علشان خاطر ربنا يرزقني بالولد او بالبنت اللي انا عايزاه. يا ترى ايام التبويض هختارها الايام الفردية والزوجية، او بدل ما اكل اكل معين اكل نوع تاني مثلا اكل حمضي او اكل قلوي، او كلام كتير من اللي احنا بنسمعه على النت. في الحقيقة كل الكلام ده مش حقيقي، والأبحاث العلمية ما أثبتتش صحة أي حاجة من الكلام ده. الحاجة الوحيدة اللي فيها نسبة نجاح عالية هو الحقن المجهري وتحديد نوع الجني. يعني إيه الحقن المجهري وتحديد نوع الجني؟ الست اللي بتبقى طالبة إنه ربنا يكرمها بنوع معين ولد أو بنت بتجيلنا من بدري وتقول لنا على رغبتها، بنبدأ نعمل لها تحاليل معينة ونعمل لزوجها تحاليل معينة علشان خاطر نتأكد ان هما الاثنين كويسين وقادرين على الانجاب وقدرتهم الانجابية كويسة وما فيش فيها اي مشكلة. ثم بنبدأ نديها منشطات بجرعات معينة، بعد كده بتكون عندها بويضات. لما البويضات دي بتوصل للحجم المطلوب بناخدها ونروح المركز. في المركز بيتم سحب البويضات ببنج كلي، يعني مش هتحس بأي وجع. السحب ده بيتم عن طريق سونار رفيع خالص وعليه إبرة رفيعة، بنسحب البويضات دي. ثم بناخد عينة من الزوج ونحطهم تحت الميكروسكوب في المعمل، وعلشان كده هي اسمها حقن مجهري، يعني احنا بنحقن الحيوان المنوي جوه البويضة علشان يبدأ يكون جنين. بعد ما بتكون الأجنة وبيحصل انقسامات، بنيجي في اليوم معين ناخد عينة من الأجنة دي ونفحصها، ترجع لنا النتيجة انه احنا عندنا من الأجنة دي كذا ولاد وكذا بنات، وبنرجع في الرحم النوع اللي بتختاره السيدة. احنا عايزين مثلا ذكر او اتنين ذكور او اتنين إناث زي ما هي عايزة. في سؤال بقى مهم جدا، يا ترى نسبة نجاح الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين كام؟ يعني انا لما اعمل كده 100% خلاص هيبقى معايا ولد؟ في الحقيقة لا، هو نسبة نجاح الحقن المجهري اصلا في الكابل البيرفكت، يعني الست كويسة جدا والراجل كويس جدا، من 50-60%، فبالتالي هي مش في 100%. طيب انما نسبة ان هو يكون حطينا ولد ويطلع ولد، فدي نسبة نجاحها 100%، يعني لو حطينا ولد وهي حملت هيطلع ولد ان شاء الله.